السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون خدنا وناجغي. الموضوع اليوم فيما يخص نقطتين، ما جاء عن طريق الأنباء أن الرئيس المزور ذهب إلى تفقد مسجد الأعظم حقيقة، يعني يعد كأنه يعني معلم إسلامي، ومسجد من أكبر المساجد يعني في العالم. لكن فيه مشكلة، لأن لما تبني مسجد المفروض تبنيه بأمانة، المفروض تبنيه بإخلاص لوطنك وحب في دينك وانتمائك، لكن أن تبنيه حتى يكون معلما تتباهر به وتفتخر به وأنت ناهب من أموال التي بنيت به، يعني أنك بنيته على أساس ماذا؟ على أساس السرقة والفساد. لما تبنيه بألف 600 مليون دولار ليجي 1,600,000,000 دولار، تبني بهذا المبلغ هذا مضروب على 3، وبني مثله إن لم نقل أحسن منه في ماليزيا ب500 مليون دولار، يعني 500 مليون دولار كانت كافية لبناء مسجد الأعظم هذا. إذن بنيتم مسجدا لتسرقوا حتى بالمساجد. أنتم لا تتكلمون عن الأموال التي سرقت، لكن نقول لكم الأموال التي سرقت وهي تتمثل مثلا في 1,000,000,000 دولار. المليار دولار هذا اللي تسرق كان ممكن أن يحاط بها المسجد بأربع مستشفيات عالمية، مستشفيات جامعية. هذه الأموال اللي تسرقت، وكان لو كنتم وطنيين وتدعي أن نوفمبرية تبون لما سرقت هذه الأموال وبنيت بها أربع مستشفيات عالمية تحيط بهذا المكان. تريد أنت من يفكرون بطريقة خبيثة تبني المسجد لكن لا تنوي به تنوير، بما إنما تنوي به تنويم الشعوب عبر العصور، هكذا كنتم تريدون. لو فكرت جيدا، لو بنيت هذه الأربع مستشفيات بالأموال التي سرقت في المسجد بأموال المسجد، وبنيت هذه المستشفيات وحاطت هذاك، أليس كان ممكن يعني إنقاذ أرواح في أي شيء، أرواح الحوادث، أرواح الكورونا اللي ماتوا لأنهم لم يكن لهم معدات، لم يكن لهم حتى أشياء بسيطة لبوتيل أكسجين. هل أصبحت إلى هذا الدرجة تخادعون حتى الله، تخادعون شعبكم، تخادعون وتسرقون وتنهبون من خيرات البلاد؟ هذه إنشوز. وكنت شفت داخل المسجد كان جراد رابط التليفون تاعو يصور. هل معقول يعني رئيس حكومة ياخذ مكان مصور او ان جورناليست كلك شوز كوم سا؟
أو حتى شعبي يبدأ يصور، ياخذ تليفونه ويصور في أماكن يعني داخل. كان ممكن أن أي إنسان يأخذ لك صور حتى تبقى، إذا كانت عندكم قيمة، يعني قيمة ما يدعي أنه وزير الأول. كان المفروض تعمل سيلفي، ونظن كان يدير دي سيلفي for himself. It's weird. لكن هذا ما يخص هذا البني آدم تبون. وقال في يعني تشوفوا لو تروك كيسكو زون تران دو مانيكونسي. شوف يجيب لك باغ اكزومبل اليوم راح تفقد على ما تفتحتوش، لا خلاه نوفمبر، خلاه لو برومي نوفمبر، باش لو برومي نوفمبر يعني الانسان كل التفكير تاعو يروح الافتتاح، يعني يدي الناس الافتتاح وينسيهم امور اخرى، امور دنيويه، امور تخصهم في صحتهم، امور تخصهم في تعليمهم، امور تخصهم في السياسه. لا يريدهم ان يفكروا حتى في السياسه، لكن يركز لك على المسجد، يركز لك على المسجد والافتتاح، ويكون الافتتاح يعني باهر، يعني كل يوم تبقى تتكلم عنه. فماذا تفعل بقوله انه حتى الناس اللي جات على البلاطو هاد تاع الشروق ايتو بداو ينبؤوا كانه هو المؤمن، هو المصلح، انه هو الواحد صلى فيه. ما نش عارف اذا كان يعرف يركع ولا لا، ما شفتوش انا حتى يعرف يقوم من الركوع. الطريقه اللي قام بها من الركوع ما هيش تاع انسان يصلي كل يوم. مي باسون، هذه مشي مشكله. لكن محاوله يعني تغيير الوجهه، تغيير الوجهه وايحاء للشعب الجزائري ان هذا الانسان مصلح، انه نوفمبري. وقال في نفس المكان، قال اننا نوفمبريين ونفتتح المسجد في نوفمبر. من اين كان لك في النوفمبريه؟ قول لنا اذا كان فيه احد من يحملون نفس الاسم، نفس الاسم تبون بنيامين، انهم كانوا في يوم من رجال نوفمبر وكانوا مجاهدين. No one. ولا احد. بيرسون. هذه واحده، لانكم تدعون اشياء حتى تختفوا وراءها. تدعوا الايمان ولستم بمؤمنين، تدعوا انهم نزهاء وانتم فاسدون، يعني سراقين، ديفوايو. لكن تريدون استغباء العقل الجزائري والجزائري البسيط. هذه دائما كانت فيكم وعمركم ما تخطيكم. vous allez mourir avec ça. La manigance, هذه تاعكم ne va jamais disparaître. كان في نفس اليوم، في نفس الوقت، ظهر وزير المجاهدين ويتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن تبون. يتكلم عن تبون انه رئيس يعني المصلح، رئيس ذاك الذي زار يعني المسجد، وانه سياتي بكل رفات المجاهدين او المقاومين من فرنسا. اولا انت لا تصلح كوزير وهذه الوزارة باطلة، يعني لان اولا انت سنك لا يتعدى يعني جيبون 60 عام، يعني كان عندك 3 سنين 4 سنين لما كانت، لما يوم الاستقلال كان عندك 5 4 سنين، يعني انت كاذب اذا كنت عديت روحك مجاهد، فهذا كذب وافتراء على المجاهدين، مالكش اللي في الجهاد. لكن شوف تغيير الوجهه تاع هذا الانسان، كيف يريد تغيير الوجهه تاع الشعب الجزائري، ويقول ان هذا الانسان اللي هو تفون انه سيسترجع رفات. لكن هذيك المهمه ليست مهمه الرئيس. هو ممكن يتكلم عنها، لكن هذيك المهمة مهمتك أنت. مدامك تريد أن تكون
وزير المجاهدين مهمتك أنت لا غير. كنت أريد التحدث على شيء آخر. كان مدام هذا وزير المجاهدين مهم، هالمهمة هذه كانت مهمتك أنت، لكن مهمتك أنت قبل كل شيء هي أن تعترف فرنسا، تجبر فرنسا على اعترافها أنها ارتكبت جرائم حرب في حق الجزائريين. ومهمتك هذه هي الأولى، مش اتيان بالرؤوس التي أكل عنها الدهر وشارب، وأصحابها إن شاء الله يكونوا في الجنة إن شاء الله، لكن تنسي الشافي حاجات أكثر من ذلك. لذا احنا نقول ان ما تفعلونه وحقيقة يعني باطل في باطل، وانك تتجرأ ان تتكلم على اشياء ولا تتكلم على تجريم استعمار. هذه المفروض هذه مهمة. حتى وكتكلم كذلك عن الانتاج، كان لازم، قال لازم الجزائريين يبتدوا ينتجوا في ماذا؟ نتكلم عنك انت كوزارة، وزارة المجاهدين. وزارة المجاهدين هذه اللي تتلقى حوالي 3 مليار في السنة. 3 مليار في السنة، أتعرفون الشعب الجزائري أن هذه 3 مليار تذهب في جيوب الوزراء وأصحاب الوزراء والجنرالات، لكن ماذا تنتج أنت بها هذه 3 مليار التي تعطيها لك كل سنة؟ نحن نعرف أنها تسرق. ماذا تنتج بها إذا كنت تتكلم عن الإنتاج؟ فهل تعلم أن 3 مليار لتعطيها 3 مليار دولار لتعطى لوزارة المجاهدين، لو ضربتها على 20 سنة لحكم بها في بوتفليقة، أنها أموال طائلة، أموال طائلة، يعني تتكلم على 60 مليار دولار. 60 مليار دولار، that's a lot of money. 60 مليار دولار، أتعرف إنتاج كان ممكن تستعمل في إنتاج ماذا؟ ماذا تعاني الجزائر الآن؟ تعاني الجزائر من ماذا؟ مشكلة الصحة، تدهور المنظومة الصحية، لا توجد صحة في الجزائر. كان ممكن أن هذه الأموال تستثمر لمدة 20 سنة لبناء 240 مستشفى، مستشفى بمعنى الكلمة، 240 مستشفى بمعنى الكلمة في الجزائر. يعني أنت لقد أفشلت وخليت الجزائر تفشل أنها تحقق شيء من كثير. أنا كيف تتكلم عن الإنتاج وأنت من سرقت أموال الإنتاج؟ لو كنا نريد تطوير السياحة لمدة 20 سنة واستعملنا هذه الأموال لبناء منازل، يعني منزل يعني اللي هما ليزوتيل، هل تعرف كم مسجد، كم يا ربي، كم نزل عالمي كشيراتون هيلتون كم تبني في 20 سنة؟ وهذا يعني بسعر 125 مليون دولار للواحد. تعرف كم؟ حوالي 480 هوتيل عالمي مثل الشيراتون والهيلتون. هذه الأموال اللي كان المفروض ينتج بهذه الأشياء وكونستخويزي فوتر بيي اللي هو الجزائر، أرض الشهداء، كانت تريد ذلك، شهداء
والمجاهدين والمقاومين الذين تكلم عنهم أنت من سرق أموالهم. Il fallait construire le pays avec cet argent. لأن لما يكون عندك 480 هوتيل تصبح قوة، قوة اقتصادية. Parce que le tourisme, c'était moyen d'enrichir un pays. Si tu veux t'enrichir, c'est cette façon-là. Ni l'Espagne, ni l'Italie, ni la France sont meilleurs que nous. لكن أنت وأمثالك من أفشل الجزائر وتتكلم على الإنتاج. المفروض تطرد حالا، تطرد حالا وتوقف هذه وزارة المجاهدين. هي وزارة السرقة، وزارة النهب، وزارة تآمر على الشهداء وعلى المقاومين وعلى الشعب. هذه هي الوزارة التي بنيتموها لأنفسكم. هذا ما كنت أريد التحدث فيه في هذا الموضوع. وخليكم إن شاء الله إذا كان أراد الشعب أن يخرج ويتظاهر فلتكن ثورة، ثورة سلمية بطرقكم الخاصة، لكن أنها تكون ثورة. والثورة لا تنام، لا تثور يوما وتتوقف يوما. هذا نصيحتي للشعب الجزائري، تثور ولا تدخل البيوت إلا وأنتم منتصرين. إذا أردتمها سلمية فسلمية تصاعدية حتى استرجع كل الحقوق وإسقاط هذه العصابات، عصابات تبونية، عصابات الجنرالات، عصابات المخابرات، وعصابات الأحزاب المناوعة. لكن خروج بقيام بالثورة، ثورة سلمية لكن حقيقية. والثورات لا تنام، لا ترجع في البيوت، لا تتركوها أنها تكون يوم جمعة فقط، لأن جمعة فقط لا يعتبر بثورة. هذا ما كنت أريد أن أقوله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى بركة الله إن شاء الله. والسلام عليكم.